رسالتي لأهلنا في شرق السودان عموما وأهل الميديا بصفة خاصة. يا جماعة يا أخي خافوا الله علينا يا أخي، الميديا دي شغلوها في الاتجاه الصحيح الذي يجمع الناس ولا يفرق. ونحن بالمناسبة حتى الناس اللي بيفتكروا نفسهم بأنهم واقفين معانا وفي صفنا ولكن يشتموا الآخرين ويسيئوا من الآخرين، هذا كلام عيب بالمناسبة. احنا نعتبره ده ما واقف معانا، لا واقف ضدنا. فلذلك احنا دايرين نقول لأهل شرق السودان عموما، السودان يا جماعة يا أخي وقفوا الأقلام، يا قول كويس يا قول خير يا أصمت، من فضلك يا قول خير يا أصمت. نحن بالمناسبة مع الوفاق، ولكن بأي حال من الأحوال أقسم بالذي خلق السماوات والأرض نحن مع الوفاق الاجتماعي، ولكن نحن مع شهداء، نحن دارين حق شهدانا. مجزرة 15 أكتوبر في كسلة دي عينك جهارك، ناس ماشيين يتعالجوا وخاشين في مستشفى، أقسم بالله العظيم ناس قتلوه جوا المستشفى، بقوهم ذخيرة جوا المستشفى. نحن حق الناس دي ما نقلل ولا نساوم به، والشهداء دي حقهم ما نساوم به، ودايرين المجرمين دي يتقدموا للعدالة. يا السيد النائب العام، دايرين المجرمين دي يتقدموا للعدالة. الحالة الثانية، الحاجة الثانية، عندنا أقسم بالله والآن دكتور جمعة قاعد أمامي، عندنا ناس مهجرين في بور السودان، عندنا ناس مهجرين من أهلنا النوبة ومن أهلنا البن عامر، خلوا بيوتهم والآن مردفين مع الآخرين. لذلك نحن دايرين الناس ديل قضيتهم يكون فيها الدولة تنظر لها، الدولة دايرينها تنظر، ترجع المستوطنين ديل إلى بيوتهم، وإذا هنالك في مجرمين لابد تقدمهم للعدالة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، في ناس عندنا ممسوكين عندهم أكثر من 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 قريب لسنتين، قريب لسنتين ولسه ما في واحد يتحرى معهم، ديل يعتبروا رهينة وللآن موجودين ولا اكتمل التحقيق. لذلك أنا أؤكد لكم تماما بأنه نحن لن نتنازل عن حقوق أهل الشرق بأي حال من الأحوال، ولكن دايرين نقول لابد لابد من السلام والتعايش السلمي. أنا شاكر لكم ومقدر هذه الجلسة الساخنة الآن، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا القائد الأمين داود محمود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة. ومباشرة في جلستنا الافتتاحية الأولى التي ستعقبها الجلسة الثانية وهي جلسة الأوراق المقدمة وجلسات النقاش، وسنحدد 5 دقائق للمتحدثين والممثلين للتنظيمات والقوى السياسية الموجودة معنا، 5 دقائق كحد أقصى في الكلمات. وأول كلمة نبدأ بها هي كلمة الدكتور جمعة الوكيل أنجول فوردا، مساعد الرئيس وعضو مجلس الثوري لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، ومسؤول ملف شرق السودان وجبال النوبة بحركة جيش تحرير السودان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمح لي في البداية أن أترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية منذ 56 مروراً ب 64 85 ثورة سبتمبر ثورة ديسمبر، وشهداء حركة جيش تحرير السودان على رأسهم البطل عبد الله بكر بشر، وشهداء شرق السودان كما سبقني الأخ العزيز والرفيق الرئيس الأمين داود. وأيضا أسمح لي أن أرحب بكل القيادات رؤساء التنظيمات السياسية، منهم الأكاديميين، مدراء الجامعات، جنرالات في الجيش، أعضاء الجبهة الثورية والمجلس الرئاسي للجبهة الثورية بدون ذكر اسم. التحية أيضا للحضور الكريم أبناء الشرق العزيز، التحية للكنداكات أخواتنا بنات شرق السودان، التحية للإعلام. أنا أتحدث هنا نيابة عن القائد المارشال مني أركو مناوي،
رئيس حركة جيش تحرير السودان والقائد الأعلى لجيشها. حقيقة الحديث يطول عندما نتحدث عن شرق السودان، وأنا من أبناء شرق السودان من مدينة بورسودان، حي ديمايو، الحي النموذج الذي قدم نموذج التعايش السلمي بين قبائل السودان في حي مايو في بورسودان. ومن خلال ديمايو عايز أقول للناس إنه نحن في حركة جيش تحرير السودان تقدمنا برؤية للحل في شرق السودان عند زيارتي قبل أسبوعين في شرق السودان، ووجدت هناك في لجنة اسمها لجنة المبادرة على رئاسة اللجنة الأمنية بتاعت الولاية، ولكن رئيسها بروف أستاذ في جامعة البحر الأحمر. تقدمنا بمبادرة، وهذه المبادرة إن شاء الله هتكون جزء من المبادرات اللي تقدمت للحل في كل شرق السودان. شرق السودان بالتأكيد هي صقر السودان، هو المنفذ الوحيد للسودان من الناحية الاقتصادية واستقرار السودان، وهي منطقة بتتحدى أكثر من 3 دولة، وهي منطقة استراتيجية ومهمة جدا في الدولة السودانية. لكن بكل صدق إنه الأزمة الموجودة في شرق السودان هي أزمة مصطنعة من ناس تانيين، أو في ناس مستفيدين من هذه الأزمة. أنا جلست في بورسودان مع كل المجموعات، جلست مع في اجتماعات نوعية مع أهلنا بن عامر، مشيت دار النعيم، مشيت أم الغرة، جلست مع مجموعة أبناء النوبة، جلست مع مجموعة أبناء البيجة. إذا سألتم ما هو السبب اللي بيخليكم تتقاتلوا مع بعض، ما في إجابة يا جماعة. إذن في طرف ثالث هو اللي قاعد يأجج هذه الأزمة، ونحن قلنا ما في خيار في شرق السودان غير الحوار ما بين هذه المكونات. ما في، لا تستطيع مجموعة أن تقصي مجموعة أخرى، ولا حتى الحكومة لا تستطيع أن تحل مشكلة شرق السودان بالدسائس. ولذلك نحن لازم نكون ناس عندنا الشجاعة، نستطيع نقدم مبادرات ونعمل مواجهات مثل هذا الحوار عشان نقدر نقدم ورقة يكون فيها الحل لشرق السودان. الجبهة الشعبية المتحدة برئاسة أخونا لمين داود انضمت للجبهة الثورية في العام 2012 في كاودة، وأنا كنت حضور، وهي فعلا شايلة هموم شرق السودان. ولكن طبعا شيطان السياسة يمكن جعلت من الجبهة الشعبية المتحدة أيضا تتجرع نفس الكاس اللي تجرعته كل الأحزاب السودانية. ما في حزب في السودان ما ينقسم على 2. إذن الفيروس الموجود في السياسة السودانية هو من الخرطوم هنا، مصنعينه زي الفيروس بتاع كورونا. وعشان كده نحن لازم نلقى عقار، لازم نصنع عقار عشان نقدر نستأصل هذا الفيروس الذي دمر السياسة السودانية، وأصبح السياسي السوداني يوصفوه في الشارع السوداني بأنه المنافق أو الكذاب. لو أنت قلت لزول أنا سياسي بقول لك ده سياسيين كذابين. النظرية دي لازم تتغير، نكون صادقين مع نفسنا يا جماعة. أولا زي ما كنا صادقين في النضال المسلح وغير المسلح، لازم نكون صادقين في حالة كل المشاكل. كلنا سودانيين، والبلد دي بلد غنية، وفي دول وفي أيادي خارجية ما دار السودان يستغير يا جماعة. عشان كده العدالة مطلوبة، ونحن في حركة تحرير السودان بقيادة مناوي نحن بنضم صوتنا لأهلنا في شرق السودان، ونطمن أخونا لمين داود إنه نحن في حركتنا ناس واضحين زي الشمس، ما قاعدين ندي سي حاجة. كلامنا برا، وانتوا قاعدين تتابعوا تصريحات القائد من ناركم الناوي، وهكذا كل القيادات. مشكلة الملف بتاع المسار بتاع شرق السودان والمسار بتاع شمال السودان وسط السودان، ما دام هم مسارات معترف بها دوليا وتم التوقيع عليها في جوبا، يجب تنفيذها بدون اي تلكؤ وتسكر. ده موقفنا احنا في حركة جيش تحرير السودان، لانه يا جماعة الكلام البلولو ده زمن وانتهى. انت زول فاوضته اكتر من عام واعترفت ووقع اعلان جوبا، وهو زول موجود بيفاوض معك بقضايا حقيقية في السودان واعترفت به، ويجب تنفيذ هذه الاتفاقيات عشان البلد تستقر. اذا كان في اشكاليات في شرق السودان
في الاتفاقيه في الشرق في 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 المسار بتاع شرق السودان في مؤتمر مفروض يقام. هذا المؤتمر ده لو بقى يعني قام في موعده حيشاركوا كل المكونات بتاع شرق السودان يا جماعه، لانه هذه الاتفاقيه ما ملك خاص للجبهه الشعبيه، الاتفاقيه دي ملك لجماهير الشعب السوداني الموجودين في شرق السودان من القضارف لحلايب. اذا احنا مفروض نفهم السياق بتاع الاتفاقيه الجابت الجبهه الشعبيه في السياق ده، ما سياق اسمي ولا سياق قبلي يا اخواننا. الاتفاقيه اللي توقعت في جوبا هي اتفاقيه ملك لسكان شرق السودان، بن عامر، نوبه، بجا، حلنقه، كل القبائل البرقو البرنو الزغاوة الفور الموجودين في شرق السودان الاتفاقيه دي حقتكم. يجب انه والشوايقه برضو طبعا والجاليين والسناجق والجاكومي موجود كلكم انتم شركاء. هذه الاتفاقية يا جماعة ملك للشعب السوداني، وكذلك الاتفاقيات كلها حتى اتفاقية دارفور يا جماعة، الاتفاقيات دي هي ناقشت خصوصية المناطق فقط. عشان كده أدوها أسماء مسار كذا مسار كذا، لأنه لو مسكت مسار الشمال الناس بموتوا بالسرطان، في دارفور الناس بموتوا بالأنتونوف، في قضايا بتاعت حقوق إنسان وبتاعت إبادة جماعية، في جبال النوبة في قضايا مختلفة تماما، في وسط السودان ناس بتمهجوا عندهم مشاكل بتاعت ما قاعدين يسقوا لهم مشروع الجزيره، عندهم مدارس كثير لكن عندهم مشكله في في البولهارسي ومشاكل. ولذلك المسارات دي بتعالج قضايا خصوصيه للمناطق دي، عشان كده ان احنا سميناها مسارات، ولكن هذه المسارات غير محصوره من الناحيه بتاعت التطبيق، انه الناس السكان الموجودين في الاقليم المعني هم شركاء في هذه الاتفاقيه. انا غير اختم حديثي بانه ابلغكم تحية القائد مني أركم الناوي، وأنا ما أقدر أطيل لأن المتحدثين كتار، لكن إن شاء الله حنشارك في التداول بتاع المؤتمر. ختاما، وما النصر إلا من عند الله، لقدام يلا من داود ونحن وراك في شرق السودان. شكرا دكتور جمعة الوكيل ممثل القائد مني أركم الناوي في الكلمة السابقة، ونسبة لظروف خاصة بالدكتور كمال عمر سنقدمه في كلمة قصيرة، وبعدها يعني نجد له العذر في المغادرة نسبة لجدول المواعيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد والله العظيم أيما سعادة لأنه أخاطب هذا المؤتمر. أنا في تقديري عمل بريكسرو لمشاكل السودان، وظل شرق السودان على مدار التاريخ. أنا حضرت دكتوراه في طول قطع التساتير، وشفت أزمة السودان من 53. الشريك ده يا جماعة دفع ثمن غالي للسودان في شكله القديم الظالم. الشريك ده ظل يعني يعاني، وأنا مشيت لفيت الشريك ده في المؤتمرات وشفت إنسان الشريك وشفت المعاناة الشرك. الآن أنا أفتكر أنتوا بعد مسار بتاع جهاد ونضال حققتوا وكنتوا عامل أساسي في الثورة السودانية. الثورة السودانية ما صرعت في الخرطوم، الثورة دي صرعتوها أنتوا، قتلوكم بقوة من الخرطوم، نزلت في مطار السودان قوة من جهاز الأمن هنا قتلت المتظاهرين في بورسودان بدم بارد. ولذلك ظلت قضية. أنا مشيت بورسودان والتقيت بأسر الشهداء، وكانوا مصرين على أساس أن الملف ده يمشي المحكمة الجنائية الدولية. الملف ده الملفات كلها الآن مفتوحة يا جماعة. اي ظالم، اي قاتل، اي فاسد محل المحاكم. ولذلك
المؤتمر ده بقيادة الأخ الرفيق اللمين داود ده يا جماعة يعني خطاب واضح، ما خطب منطقة، ما خطب الشرق لوحده، خاطب القضايا السودانية. نحن يا جماعة الآن زي ما قال الأخ الدكتور جمعة الوكيل، طبعا ناس جمعة ديل وناس لمين داود ديل لما نجوا الخرطوم ده في اتفاقية السلام غيروا الخطاب، من خطاب يا جماعة طلعنا من تمكين دخلنا في تمكين تاني. التمكين الجديد ده يا جماعة الناس ديل عندهم علاج لمشكلة الأزمة الدستورية في السودان. نحن الآن لا بد من مراجعة دستورية لكل أزمات البلد يا جماعة. المؤتمر ده انتم ما كايسين سلطة. انا افتكر التعديل الاخير ده التحفظ الوحيد اهمل قضايا الشرق بشكل اساسي، وبعدين جاب ناس يا جماعة ما زي ما قال جمعة الوكيل، في ناس مصنوعين صناعة صنعتهم جهات مختلفة، لكن احنا مع الأصلاء في القضية السودانية. ولذلك أنا بقول لكم أن إحنا والله العظيم في المؤتمر التداول ده في أوراق أنا شفتها كده سريعا وبجيب رأيي فيها الدستوري والقانوني مكتوب، ما بخرج بشيل الورق ده بقفله في الدرج، بجيب رأيي المكتوب لدكتور عمر. لذلك أنا في الورق دي في قضايا أساسية فيدرال سيستم، الأمريكان ديل قعدوا سنة 1787 في فلادلفيا ناقشوا كل قضاياهم وعملوا فيدرال سيستم حقيقي. احنا دارين فيدرال سيستم حقيقي يخاطب قضايا الشرق دي حاكم، ما في زول تاني ودمرة بعين حاكم للشرق من الخرطوم هنا. ناس الشرك انتخبوا حاكم وانتخبوا ولي واللجان الشعبيه من هنا من الشرك ينتخبوها. طبعا زمن الوصايا في الخرطوم دي انتهى يا جماعه. ولذلك انا احيي هذا المؤتمر العظيم وانا معاكم، انا من دونقولة كده، لكن ولدوني في واو في الجنوب ولفت لفيت السودان كله ما بعرف والله اقليم معين، والحصر حيز ابن الناس الجاكومي والشرق والجنوب، ورضعتني دينكاوية وربتني نوباوية حاجة كشكول في وجهي. جزاكم الله خير، السلام عليكم بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور عمر، مباشرة دكتور سلام عليكم إلى كلمة حركة والتحالف السوداني في الجبهة الثورية السودانية والجنرال سعيد مالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنهاية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوكم سعيد يوسف ماهل نائب رئيس التحالف السوداني للشؤون العسكرية. نحن طبعا العساكر كلامنا قصير ونشيط، ما عندنا كلام كثير، ما زي الدكاترة طبعا بيألفوا الكلام وكلام كثير. نحن دار أقول شنو، نحيي كل الحضور ونحيي كل الناس المقامات ونحيي المرأة السودانية. ما دار أقول مرأة الشرق، نحن كلنا يا سودانيين، نحن اخترنا التحالف السوداني للسودانيين. والله لو ما بقينا السودانيين في قلبي، ما دار نقول قلب رجل، نقول قلب إنسان، لأنه معانا مرأة ثانية. ولو ما بيجينا كده ما حنمشي قدام. اي زول يقول لك انا الشريك وانا الدرب وانا الشمال وانا كده، الكلام ده يا جماعه حقه نحاول ننساه باي شكل كان. يا اخي دار نبقى سودانيين، ما ممكن دار نبقى سودانيين اصيلين سوداني، يكفي ذلك. خلينا من الشريك ولا خلينا من الغريب ولا خلينا من كده، قضايانا قضيه السودان، نحط السودان ده في قلبنا الاول والاخير.
نحن ذي الحاجة نحن والله بنسعى في كل سعينا في التحالف السوداني نلم أهلنا كلنا كسودانيين أولا في المقام الأول بعد ذاك نشوف باقي الحياة. فيا جماعة أنا دار أوصيكم قبل تكلم محمد داود كلام طيب جدا اللمين لمين داود كلامه كان كويس قال يا جماعة يا أسامة ويا خالد تعالوا نقعد تحت ونتفق ولا دارين الزول اللي بيزق في النار دي يقطع النبي عدو ده كلام جميل جدا من السيد الغايد. فأنا ارتحت لكلامه لأنه هو الآن بيسعى لتوحيد الأهل كلهم مش بيسعى للحركة بتاعته بيسعى لكل أهل الشرق. وأنا يا جماعة أوصيكم يا جماعة خليكم في قلبي إنسان واحد واشتغلوا مع بعض ونحن كلنا سودانيين ونتمنى إن السودان يسهر ويمشي قدام في الأيام القادمة إن شاء الله. وشكرا كثير وجزاك الله خير. مرحبا بالأستاذ أو بالسيد صلاح محمد نور مش وكيل نائب بالعامل ومباشرة إلى كلمة السيد رئيس كيان الشمال أستاذ محمد سيد الدول. منسق العربي للجبهة الثورية السودانية. طيب أعوذ بالله من الرجس والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة بدءا وختما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا وسما. أسمحوا لي أن أحييكم باسم مولانا السيد محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وراعي الحركة الوطنية. وأسمحوا لي أن أحييكم أيضا باسم المجلس الرئاسي للجبهة الثورية. ابتداء نقول المجد والخلود لشهداء الحركة الوطنية منذ ما قبل الاستغلال وإلى يومنا هذا. فشهداء الثورة السودانية لم يكونوا في نظام 30 مليون المقبول، وإنما هم الذين دافعوا وناضلوا عن حرية واستغلال هذا الشعب منذ ما قبل الاستغلال مرورا بكل الحقب. المجد والخلود أيضا لكل الذين مهروا دمائهم من أجل هذا الوطن العزيز. عاجل الشفاء للجرحى وعاجل العودة للمفقودين. لعل في نموذج شرق السودان هو نموذج المجتمع السوداني السليم والمعافى. عندما نلاحظ لشرق السودان ونرجع لآخر انتخابات تمت في العام 86 نجد نائب دائرة بورسودان وراك شايقي مشلق، ونجد نائب دائرة كسل الزنحامد شايقي، ونجد نائب دائرة القضارف حسن بخيت جيلاني. وهذا يؤكد على عمق الصلات والتواصل بين كل مكونات أهلنا في شرق السودان، وبالتالي الذين يحاولون إثارة الفتنة والنعرات العسكرية بنقول لهم عليكم أن تسبحوا في مكان غير شرق السودان. ونكون واضحين وشفافين إن الذين كانوا جزء لا يتجزأ من نظام المؤتمر الوطني لا مكان لهم لا في شرق السودان ولا في شمال السودان ولا في كل السودان. هذه الثورة وضعت حدود فاصلة ما بين القاتل والمقتول، ما بين الذين كانوا يستأثرون بالسلطة طوال 30 عاما ويأكلون على أكتاف الشعب السوداني، والآن عندما حرموا من هذا السد أثاروا النعرات العنصرية وعملوا على فتنة شرق السودان. وهذه الفتنة التي نراها الآن تحاول أن تمتد إلى شمال السودان، ولكن لن يكون لها مكان. نحن واضحون وضوح الشمس. شرق السودان منطقة اتحادية ومنطقة خدمية كاملة الدسم، وبالتالي لن نسمح لأي أحد أن يعبث بشرق السودان. والدلالة على هذا حولية الشريفة مريم التي يأتي إليها أهل السودان من أهل السودان وأهل الشرق من كل مناطق شرق السودان. وبالتالي هذه هي رسالة مولانا السيد محمد عثمان المرغني، وهذه هي مبادرته إنه يا أهلنا في شرق السودان اتوحدوا وأبعدوا الذين يحاولون شق صفوفكم من أجل مكاسب دنيوية زائلة.